بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل السلسلة بتاعتنا How to write a scientific paper. آخر مرة كنا بنتكلم على إن بعض المجلات بتطلب من الباحث اللي أرسل بحث للمجلة إنه يقترح أسماء محكمين، واتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، وقلنا في الآخر إن في مواقع بتساعدنا في الكلام ده، وقلنا من أشهر المواقع دي بابلونز وجين. عشان كده النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن بابلونز. طبعا بابلونز مهم ان انت تعمل فيه اكاونت، وهو احد المواقع الاخرى برضو الهامة اللي يفضل ان انت تعمل فيها اكاونت، زي او ار سي اي دي واتكلمنا عليه قبل كده، وموقع سكوبس، وبرضو موقعك في المؤسسة بتاعتك، لو في جامعة يبقى موقعك في الجامعة على الويب سايت بتاع الجامعة، برضو على جوجل سكولر، وكمان على ريسيرش جيت. كل الحاجات دي مهمة، يبقى ليك عليها موقع. طيب أهمية بابلون بقى بتيجي من إيه؟ كان هو أول موقع بيهتم بتوثيق البير ريفيو اكتيفيتي. كان دايما البير ريفيو اكتيفيتي دي بتضيع، يعني مفيش أي دليل عليها. ده كان الفكرة بتاعته، أول موقع اللي هو يوثق الاكتيفيتي دي، وعشان كده على طول الويب اوف ساينس اخذت الموقع ده، اشتريته وضمته ليها، واصبحت هي اللي بتشرف عليه، لانها فكره مهمه جدا، حكايه توثيق البير ريفيو اكتيفيتي. بعض المواقع بعد كده بدات تقلد بابلون، زي الاو ار سي اي دي، بدا كمان مش بس يضيف الابحاث عليه، ولكن كمان يضيف البير ريفيو اكتيفيتي، وبقت كمان اوتوماتيك، يعني المجلات بتبقى عامله كونكشن مع او ار سي اي دي، بحيث اول ما تبعت تقرير تحكيمك للمجله على طول المجله تبعت للاو ار سي اي دي ويتم توثيق التحكيم. البابلونز مش لم يكتفي بحكايه توثيق بس البير ريفيو اكتيفيتي، شويه بشويه بدا بقى يعمل حاجات كمان مهمه جدا. بدا كمان يوثق الايديتوريال اكتيفيتي، اي اكتيفيتي وانت محرر المجله برضه بدات تتوثق. مش بس كده، بدأ كمان يعمل أكاديمية، بقت بابلون أكاديمي، علشان تعمل كورس لتعليم كيفية تحكيم الأبحاث، وتقدر تدخل عليه مجانا وتتعلم، وفي الآخر تاخد كمان شهادة رسمية إن أنت خدت هذا الكورس اللي هو تعليم كيفية تحكيم بحث. كمان اللي بيشارك في التدريب بيتسمى منتور، وبيراجع بقى، هو اللي بيقيم وبيكتب، يعني بيقول ان التحكيم ده كويس ولا لا للمتدرب. يعني المتدرب بيكتب، بيحكم مجلة، والتقرير ده بيحكم بحث قصدي، والتقرير ده بيتبعت للمنتور ده بيشوفه ويقول تعليقاته عليه، ويرجع تاني للمتدرب، المتدرب تاني يعدل، وبعدين يبعت تاني لغاية ما يوافق عليه المنتور، وبعد كده يتبعت للبابلون، لموقع بابلون، والكلام ده بيبقى فيه 2 بيبرز، وبعدها بيتم الكورس ينتهي، وياخد المتدرب شهادة ان هو اكمل الكورس التدريبي في البير ريفيو اكتيفيتي. كمان زود بابلون شويه بشويه، بيزود اهميته ان هو بقى يوثق كمان كل البابليكيشنز بتاعتك اللي هي على ويب اوف ساينس، فيعمل لك اتش اندكس لويب اوف ساينس. احنا عارفين انت على سكوبس ممكن تشوف الاتش اندكس بتاعك، كانت المشكله في ويب اوف ساينس اللي هو الدخول عليه بيبقى بيحتاج الدخول من مؤسسه ومش فري، فدلوقتي الجزء ده بقى فري، اللي هو تعرف الاتش اندكس بتاعك على ويب اوف ساينس. كمان لما تبقى باحث وكل الحاجات دي مسجله، سواء اديتوريال اكتيفيتي، بير ريفيو اكتيفيتي، بابليكيشنز، اتش اندكس، منتور اكتيفيتي، اخذت مثلا كمان البابلون اكاديمي كورس، كل الكلام ده ممكن تنزله على سي في رسمي من الموقع، ويبقى عليه اسم ويب اوف ساينس، يبقى كل حاجه دوكيومنتد. فدي حاجه جميله جدا ومن اهم فوائد الموقع ده. كمان بما انه بيهتم اساسا بالبير ريفيو اكتيفيتي، فهو كمان بيرتب كل المحكمين في تخصص محدد على حسب خبرتهم وادائهم وكميه الابحاث اللي حكموها في التخصص ده.
فده كده بيسهل على المحرر وبيسهل كمان على الباحث انه يقترح اسماء محكمين اذا المجلة طلبت منه ده. وبيقول قدام كل حد كم بحث تم تحكيمه من الباحث ده، فده برضو خاصية مهمة جدا. كمان انت لو بعت للإديتور تقرير التحكيم بتاعك، ممكن الإديتور يقول ان التحكيم ده مميز excellent review، ويتحط البادج ده على الصفحة بتاعتك. فدي برضو حاجة ممتازة، ان انت كمان مش مجرد بس بتعمل بير ريفيو، لا، ان كمان البير ريفيو دي كانت اكسلنت، وكمان الكلام ده متوثق من اديتور المجلة. كل الفوائد دي في موقع بابلون. طيب، شوية بشوية بقى لما زاد عدد الاكونتس، كل الباحثين في العالم بقوا يسجلوا نفسهم على الموقع وبيسجلوا كل الأنشطة بتاعتهم في التحكيم على الموقع، فبقى في عدد كبير جدا بالآلاف متسجل على الموقع. لذلك بدأت تظهر حكاية الجائزة السنوية، جوائز سنوية للمراجعين المتميزين في كل تخصص علمي. كل محكم متميز في تخصص معين على ويب اوف ساينس بياخد جائزة، اللي هو مثلا من أحسن 1% من المحكمين في التخصص ده. وممكن كمان ترتب المحكمين حسب الدولة، وكمان ممكن ترتبهم على حسب الاكسلنت ريفيوز. وبالتالي ظهرت فوائد، كل شويه الموضوع بيتطور وتظهر فوائد اكتر واكتر. طب التوثيق نفسه سهل، يعني انت مجرد يعني يا اما اوتوماتيك، المجله اول ما تستقبل التقرير بتاعك على طول بتنزل على بابلون، او ان انت لما تجيلك رساله من المجله بتشكرك فيها على اللي انت عملت التحكيم، الايميل ده نفسه بتعمله فورورد لبابلون، وبيتم خلال 2 3 أيام تسجيل ده على موقعك، الاكتيفيتي دي على موقعك. زي ما احنا شايفين، فايدة مهمة من فوائد الموقع، انت لو اخدت الكورس بيجي لك سيرتيفيكت ان انت خلصت كورس البير ريفيو اكتيفيتي، وكمان لو انت منتور زي الشهادة هنا، انت اللي اشرفت على التدريب، فبيجي لك شهاده ان انت سيرتيفايد بابلون اكاديمي منتور زي ما احنا شايفين قدامنا باسمك، وبيبقى فيها عدد المتدربين وهكذا. على الموقع نفسه بقى، وكمان بتنزل في السي في لو عملت سي في من الموقع، واي حد بيعمل سيرش عليك داخل الموقع فبيبان ده قدامه. لو في مثلا جوائز فبيبان مثلا جائزه هنا توب ريفيورز في 2019 في التخصص كروس فيلد مثلا 2019 برضو، بس في كلينيكال ميديسن مثلا، وفي 2018 كلينيكال ميديسن. ممكن كمان جايزه في الدوله بتاعتك متقدم فيها في التحكيم في 2017 برضو والتخصص وهكذا. الكلام ده طبعا من على الموقع بتاع صفحتي يعني داخل بقى. طيب ده برضو بيبان في السي في، وبرضو بيبان على موقعك لو حد بيدور عليك، بيبين البير ريفيوز. هو ممكن يبينها بالاسم، كل بحث لوحده، وفي مجلة ايه والتاريخ بتاعه، وكمان بيدي حاجة اجمالية مثلا المجلات اللي انت رجعت ليها، وكل مجلة قدام جنبها يعني مثلا مجلة ميديسن حكم هنا مثلا يبقى 133 بحث تم تحكيمه، وهنا يقول اذا كانت في ويب اوف ساينس ولا لا، دي ويب اوف ساينس. انترناشونال يورولوجي اند نفرولوجي على ويب اوف ساينس مثلا 46 بحث، وتابع مثلا دار النشر ايه، سبرينجر نيتشر. ميديكال اند سيرجيكال يورولوجي دي مش ويب اوف ساينس مثلا 37 بحث. جورنال اوف بيدياتريك يورولوجي 33 بحث موجود على ويب اوف ساينس، تابع ايه، السيفير، يبقى دار النشر وهكذا. يبقى دي برضو مهمه جدا بتقول البير ريفيو اكتيفيتي. برضو ده على الموقع، اي حد يعمل سيرش على الباحث بيبان ده على طول، وممكن ينزل في السي في في السي في كمان، هو الاسم الباحث، ولو دوست هنا شو مور هيبين الافلييشن المؤسسه، الريسيرشر اي دي على ويب اوف ساينس، وبعد كده الحاجات بقى البادجيت الخاصه بيك، لو اخذت جائزه بير ريفيور بيحطها، لو اخذت اكسلنت ريفيور بيحطها، لو كنت منتور بيحطها برضو، كل الكلام ده
مهم جدا. طيب دلوقتي بقى هسيبكم مع فيديو الاولاني يدينا فكرة عن الموقع بابلون، والفيديو اللي بعده ازاي ننزل السي في. موقع بابلون هنتكلم فيه على معلومتين يهمونا، يعني هنركز على معلومتين، هو فيه فوائد كتيرة جدا، هنقول منهم المعلومتين دول. أول حاجة بيتيح لنا خاصية البحث، زي ما احنا شايفين ممكن نبحث بكذا حاجة، publication, journal, institution, country. هيهمنا دلوقتي researchers. ليه هيهمنا researchers؟ لأن مثلا المحرر الإديتور وهو عايز محكمين لبحث جاله، بيدور على عادة الناس اللي نشروا في المجال. ولكن كمان هنا البابلون بيفيد اللي هو بيرتب الناس في المجال على حسب تحكيمهم للأبحاث، على حسب خبرتهم في التحكيم، ودي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية انت نفسك لو انت بعت بيبر عملت سبميشن ليها المجلة، فساعات بتلاقي المجلة او في اغلب الاحيان بتطلب بانك ترشح محكمين، فمن احد الوسائل اللي تساعدنا اللي احنا نختار محكمين هو موقع بابلون. زي ما احنا شايفين احنا اخترنا اهو براوز، واخترنا كودينج تو ريسيرشرز، هنختار بقى المجال. هو مدينا كذا طريقة للاختيار، احنا مثلا هنكتب يورولوجي، حتى لما بتكتب يورولوجي زي ما احنا شايفين بتظهر كذا حاجة، نختار مثلا يورولوجي اهو. هنا برضو في مثلا انت عايز هايلي سايتد ريسيرشرز، او عايز حتى حصل على جوائز في التحكيم، عايز بس 12 شهر الأخيرة ترتبهم، يعني في من حيث التحكيم بقى 12 شهر، يعني لهم اكتيفيتيز لسه في السنة الأخيرة. وكمان لو حكموا بس الويب اوف ساينس، انت عايز بس يعني ترتبهم حسب تحكيمهم في ويب اوف ساينس. طيب نشوف كده لما اخترنا كده طلع ايه في مجال اليورولوجي. زي ما احنا شايفين اختار، هو جاب حوالي 968 ريزلتس، و هيعرض منهم اول 250. اول واحد مثلا انا مثلا طالع اول واحد هنا، العلامة دي معناها اللي هو خد جوائز في التحكيم قبل كده من في البي ريفيو من الموقع، البابليكيشنز خلال السنة الأخيرة على مجلات في ويب اوف ساينس، وكمان التحكيم بقى عدد الأبحاث اللي تم تحكيمها خلال السنة الأخيرة في ويب اوف ساينس، يعني مجلات في ويب اوف ساينس 147. وكمان الإديتوريال ريكوردز على مجلات في ويب اوف ساينس 44، تمام؟ الإديتوريال أكتيفيتي يعني كإديتور بقى، مش كريفيور. وهننزل نلاقي نشوف كل الناس مرتبهم في مجال اليورولوجي. طب نختار مثلا رقم 2 نشوف هيبين لنا ايه، هنا بقى كمان هنستفيد بالفايدة التانية اللي هو انت تعمل موقع على بابلون ليك، بتنزل فيه كل المعلومات عنك في الريسيرش ومكان العمل بتاعك وكل السي في بتاعك. وبعد كده تستفيد اللي انت ممكن تنزل السي في ده على بعضه من ويبقى دوكيومنتد وفيريفايد من بابلون اللي هو تابع لويب اوف ساينس. زي ما احنا شايفين بيكتب البابليكيشنز كلها قد ايه، توتال سايتيشنز، الاتش اندكس، وده مهم قوي، اتش اندكس اكوردنج تو ويب اوف ساينس، فيريفايد ريفيوز التحكيم بتاعك، الايديتوريال اكتيفيتي بتاعتك، وبعد كده حتى الريسيرش فيلد، وممكن تعمل تشوف كمان تفاصيل السي في. هو كاتب هنا اختصار لاهم حاجه عنده الانستتيوشنز، واللي ايه هي الجوائز اللي حصل عليها، most cited publications with time cited وهكذا، كل الكلام ده بالريفيو سامري والمجلات كمان، ويقول المجله ان هي على ويب اوف ساينس، المجلات اللي انت حكمت ليها وهكذا، فده مهم جدا. وتقدر تعرف كل التفاصيل وتختار المحكم المناسب. طيب يبقى كده ده فايدتين، عمل موقع وتنزل منه سي في، وحتى ممكن لما بتسجل كل الاكتيفيتيز بتاعتك في التحكيم ممكن تحصل على جائزه بعد كده. والحاجه الثانيه اللي انت تختار المحكم المناسب. الميزه الثانيه او الميزه المهمه جدا في موقع بابلون اللي هي
ازاي نعمل سي في. هنا الاوبشن اهو اكسبورت بابلون سي في، لما بنضغط عليها بتبان لينا كذا اختيار حسب انت عايز، مثلا من يعني من اول خالص التاريخ ولا تاريخ محدد جهة وقت محدد، لانك ممكن عايز مثلا publications وقت محدد او citations وقت محدد وهكذا. طبعا لو عايزها PDF. وبعد كده بقى بيقول لك ايه اللي تحط، ايه اللي عايز يبان في السي في. اول حاجة about you، مثلا ال ORC ID، ال affiliations بتاعتك، ال affiliations لو اخدت جوائز في ال peer review، كمان حتى لو في كذا مكان للعمل بيجيب التاريخ كله لكل الوظائف اللي اشتغلتها. وكمان لو انت مثلا اخدت دورة بير ريفيو بابلون اكاديمي، او بتدي انت اللي بتدي بتبقى منتور للي بياخدوا الدورة دي، وتبقى انت اللي بتقيم ادائهم كبير ريفيو اللي هو بيسموها بابلون اكاديمي منتور، فعايز تتحط ولا لا لو انت عملت فعلا الكلام ده. Publications Metrics، تمام، ايه اللي فيها. Total Number of Citations from Web of Science، Web of Science H Index، وطبعا عارفين ال H Index حسب ال Scopus ولا جوجل سكولر ولا Web of Science. لو Web of Science يبقى بيعتمد على المجلات اللي فيها في Web of Science بس اللي عمل ال Citations. وبرضو Papers Published in the Selected Period في مجلات Index and Web of Science نفس الكلام. برضو مثلا بالنسبة لل Published Papers، هل انت عايز Publication Date، عايز ال DOI بتاع كل بحث فيهم، عايز ال Author List كلها تظهر ولا لأ، Citation Account لكل Paper، يعني حسب التفاصيل اللي انت عايزها في كل في كل حاجة، بحيث عايز حجم السي في يطلع قد ايه، وعايز كمان بابليكيشن بتترتب بابليكيشن ديت ولا بالسيتيشن كاونت. ريفيوز كمان الاكتيفيتي بتاعتك في التحكيم، برضو عايز كل الابحاث بالاسم تترتب ولا مثلا كل بحث كمان يقول لك انت عملت له ريفيو كم مرة، اللي هو first revision و second revision وهكذا، ويبين الأبحاث اللي أنت أخدت فيها excellent rating من الـ editors وهكذا. برضو الـ editorial record نفس الكلام، كم مرة والمجلات اللي أنت عملت فيها الـ records وهكذا. وبعد كده تعمل generate. هو بعد كده بيقول لك عشان هي طويلة فبيقول لك اللي هي اتبعتت على الإيميل بس، وبيجي لك على الايميل وبيبقى PDF كامل documented لانه من ويب اوف ساينس بكل الاكتيفيتيز اللي انت عملتها. كده يبقى خلصنا الكلام عن موقع بابلون المهم جدا، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم على موقع اخر مهم في البحث عن المحكمين لما نكون عايزين اقتراحات لمحكمين، هو موقع جين.